السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ولاء عزت من قناة الصحة والجمال، وبرنامجكم متجدد دائما، جمالك مع روعة. وكنت عايزة بس يعني أنوه عن مفاجأة النهاردة، رجعت لكم تاني تتلألأ من جديد في مملكتها إلا صاحبة أطيب وأكبر قلب، الفنانة المبدعة روعة الموجي. أهلا ومبروك اللي أنت ظهرت معانا صوت وصورة تاني من جديد. اهلا بيك يا استاذه ولاء. بصراحة مهما قلت من كلمات شكر وتقدير وعرفان، بجد انا مش هقدر اوفيكي حقك. فعلا قد ايه فعلا انت انسانة جميلة، وكل اللي انا اقدر اقوله لك ربنا يجازيكي كل خير على كل عمل خير بتعمليه. كنت انت قلتي انا عايزة في مفاجأة عايزة اقولها في اول الحلقة، حاجة كده ثمينة جدا ومغرية. انت بصي شوقتينا كلنا نعرفها. لا هو بس الحمد لله، يعني بمناسبة ان انا قررت ان انا اطلع تاني عشان كل ضيوفي عايزين يبقى معاهم، اول اتصال على الهوا ان شاء الله هعمل له البروتين مجانا. يا بخته. يا بخته يا بخته. ويلا بقى نتجول في بستان جمالنا ونبتدي حلقتنا، ومعانا ضيوف الجمال طنطا واهل طنطا وشلايه بدوي والمحله واكبر المدن الصناعيه. استاذه وفاء مسعود من طنطا، استاذه فاطمه الاجاوي من المحله، واستاذه شيماء اسماعيل من طنطا برضو. اكيد المباراه النهارده هتبقى بينكم حاميه، والتنافس هيبقى بينكم كبير. بصوا بقى يعني ايه، انا ضد بصراحه الاسئله. هنبتدي باستاذه وفاء. انا عايزه بس اعرف نقطه البدايه بتاعتك، وايه الصعوبات والمعوقات اللي قابلتك لحد ما جيتي قعدت على الكرسي هنا. انا الحمد لله، يعني انا طبعا هوايه الميك اب والتجميل والشعر والحاجات دي من هوايتي من وانا في اعدادي، وبدات الحمد لله يعني ايه ان انا احلم ان انا برضه ابقى فاتحه محل كوافير وكده، فبدات الفكره تكبر معايا لحد ما وصلت ثانوي. والحمد لله بعد ما خلصت ثانوي وطبعا انا اتجوزت، طبعا ما كملتش كليه وكده، فالحمد لله يعني لما اتجوزت وكده فاخدت راي وجوزي ان انا نفسي ابقى كوافيره وكده، فالحمد لله يعني وافق واشتغلت. بدات اشتغل بقى مع نفسي موهبه، انا ما اتعلمتش، انا بداتها هوايه. ما انا عايزه كل اللي سمعنا يا جماعه يركز في الكلام، أنا مش لازم اكون متعلم. بدات اشتغل مع نفسي والحمد لله، الشغل ده عاجبني، لا الشغل ده مش عاجبني، بدات ان انا اكبر من نفسي وكده. بدات الحمد لله ان انا اشتغل، بدات ان انا اعلن ان انا اشتغلت كوافيره. طبعا انا اول ما بدات طبعا ان انا فاتحه محل في بيتي. فبدات بقى ان انا اشتغل وكده لحد ما جالي عملاء كتير والحمد لله من البلد وكده. احنا قريتنا قريه صغيره يعني، بس الحمد لله برضو جالي منها ناس كتير. والحمد لله الكلام انت قلتي لي قبل الهوا القريه بتاعتكم قريه الشفاءين. الشفاءين ايوه كده، هيبقى لك فقره تاني معايا ان شاء الله. انت اللي فتحتي على نفسك الفتحه، ماشي عمرك والله، بس لان الموضوع دوت شاغل مجموعه كبيره من الناس. يا قريه الشفاءين القران والعسل، لان فاهمه كلها يعتبر علماء وحافظين القران وبرده بيعالجوا بالقران، وبرده ان احنا بلد يعني كلها نحالين عموما، يعني كلها يعني من مدخلها الاخير الحمد لله يعني، فهم سموها لقبوا على بلد الشفاءين القران والعسل. بالعسل والقران طبعا، لان الحمد لله كمان يعتبر نهر من انهار الجنه. فهو الحمد لله يعتبر ثلاث ارباع الاول، اهم حاجه خدنا القران كمان. طب الحمد لله بلدنا الحمد لله كويسه. فبدات ان انا بقى اشتغل بقى يوم واثنين وثلاث الحمد لله، ما بدات ان انا اكبر. اول ما فتحت برده فتحت تاني محل في طنطا، وبدات اشتغل برده، والحمد لله ان انا برده ربنا وفقني ونجحت. وبدات بقى ان انا بدأ اخد كورسات بقى، لان لقيت نفسي برضو ايه بدا الشغل يكتر عليا وكده، بس تعبت قوي فعلا والله، يعني قابلني حاجات كتير برضو حلوه وقابلني حاجات كتير برضو وحشه. في فرق انت بتتعبي وانت حابه الحاجه، وفي فرق انك انت بتتعبي وانت واخداها مهنه، بس بقيت اعمل عزيمه ان انا لازم اوصل. رسمت لنفسك هدف. ما هو هدفنا هنا في البرنامج ان كل واحد عنده هدف، هدفنا هو هدفكم. انا رسمت لنفسي هدف وعايزه اوصل له. تمام. فاللي بيقعد على الكرسي ده لا اما يكون فعلا متميز، لا اما عايز يكون متميز. لا الحمد لله والله، ولله الحمد برضو بعد فضل من ربنا طبعا، ان انا الحمد لله برضو بدات اخد كورسات واكبر، وبقيت اعمل حاجات يعني انا باخدها عملي، بس انا لما اجي اشتغل بدماغي الاقيها مثلا مش كويس، برجع تاني اعمل حاجات من دماغي. والحمد لله والحمد بقيت اتوفق يعني في شغلي وانجح يعني، الحمد لله. مختصر المفيد اللي انت استثمرت نفسك. الحمد لله. عرفت تستثمري نفسك ازاي؟ استثمرت والله. بصي انا الحمد لله انا اعتبر بادئه برضو شغلي ده ما فيش. ما هو ده بس رساله يعني يا جماعه، يا رب بس يكون اكبر مجموعه سامعانا. لان انا فعلا لان في ناس بتخاف طبعا على فكره كوافير ايه، لا ده ما اقدرش افتح محل كوافير، لا انا فتحت بمبلغ بسيط جدا. ولحد ما ربنا وفقني دلوقتي بقى بدل ما كان معايا في شنطتي مثلا ب 5000، دلوقتي في شنطتي باكتر من 25000. احنا معانا الشغل بتاعك طبعا، هينزل برضو على الشاشه وتكلمي عنه.
استاذه وفاء اصلا كانت معانا ضيفه قبل كده وهي موجوده معانا بناء على طلب الجمهور بتاعها. كانت معايا في الحلقه قبل كده كنا نشوف مع بعض. شايفه؟ ايوه تمام. شايفه شغلك يا استاذه وفاء؟ طبعا ده كان ميك اب خطوبه عادي جدا، فكنت عامله لوك بسيط بس الحمد لله برضو طلع مني لوك كبير، لوك جامد يعني وكويس. لا ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الشعر ده بروتين؟ اه ده بروتين. طبعا عاملكوا قبل وبعد برضو عشان تشوفوا الشعر برضو، فطبعا الشعر طبعا انا كنت ده صبغاه، فطبعا البروتين بيدي يفتح درجه مع بعد ال المره فاتت كان معانا موديل اشتغلتي عليها بروتين على الهوا. كنت شغلت بروتين على الهوا. تمام. دي طبعا برضو دي خطوبه برضو. دي خطوبه. ده برضو ده فيلر. ده فيلر عاملاه فيلر مع بوتوكس. فيلر فرد. فيلر حاجات علاجيه يعني. ده كان معالج لان الشعرية كانت ضعيفه. طبعا انت اهلي بلدك طبعا شايفين الكلام ده دلوقتي. والله بتمنى انهم كلهم يشوفوني دلوقتي ويعني اكيد كلهم شايفينكم ويكونوا يعني معجبين بالحلقه يعني. انت حضرتك شايفه اهوت. ده برضو ده كان بروتين لان الشعرية ما فتحتش اصلا معايا قد كده. تمام. دي العروسه بقى صبوره كانت حلوه. تمام زي ما حضراتكم شايفين طبعا ده الشغل يعني بتاع ده شغلي ما شاء الله ويعني يا رب يعجبكم كمان يعني. لا ما شاء الله يعني ربنا يبارك لك. واحنا قلنا اللي بيقعد هنا لازم بصي لازم طالما جيتي قعدتي على الكرسي ده لازم تبقي متميزه. والله انا بتمنى والله ان انا شغلي يعجب حضراتكم برضو وافضل معاكم على طول يعني باذن الله وافضل في القناه معاكي يا استاذه روعه. والله لا والله يعني اتشرفتين المره اللي فاتت فده بناء على طلب جمهورك. ربنا يخليك يا رب. ده برضو بقى انزفاف. كله الحمد لله ميك اب ارتست كله يعني. في مثلا بنات تيجي تقول لي انا عايزه اعمل ميك اب عادي. طب اصلا ما فيش حاجه اسمها ميك اب عادي. اقول لها يا بنتي ما فيش حاجه اسمها ميك اب. لا انا عايزه اعمل ميك اب عادي. انا عايزه ما عادش ميك اب عادي كله بقى ارتست لان كل الماتيريال بقت غاليه. هو المشكله بس في المصطلحات والمسميات. هم فاهمين ان الميك اب نفسه هو اللي ميك اب ارتست. هم مش فاهمين ان اصلا احنا نفسنا هو اللي احنا اسمنا ميك اب ارتست. هم اصلا الميك اب ارتست يعني مفكرين ان هو في الميك اب نفسه. لا اعملي ميك اب عادي. عايزه حاجه. لا يا جماعه هو كل واحد والله تمام. هو القديم ما كانش فيه نحت للوش وما كانش فيه كنتور ولا كده. فاحنا برضو بنحمد ربنا بقى في نحت الوش والهايلايتر الحمد لله الجديده يعني. فهو الاضاءات والحاجات دي برضو هي اللي خلت الواحد يعني ايه الميك اب بتاعه يظهر يعني. والحمد لله الحمد لله يعني ربنا معايا. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله النجاح لنجاح معاكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. استاذه فاطمه. استاذه فاطمه بقى عايزه بس اعرف بس بدايتك لحد برضو ما وصلتي هنا تقعدي معانا. والله الموضوع ما كانش في دماغي اصلا من الاول يعني. انا كنت قاعده في البيت ما بعملش حاجه اكتر من ان انا طبعا براعي ولادي معاهم في النادي من البيت للنادي ومن النادي للبيت اكتر من كده لا. فزهقت فعايزه اعمل جديد فاهمه. فاقترحت وقتها على جوزي يعني ان انا اعمل مشروع. كان معايا فلوس يعني هو قال لي عادي اللي انت عاوزاه اعمليه. فهو معاه فلوس وما فيش مشكله يعني. انت شوفي عاوزه تعملي بيهم ايه المشروع اللي انت حباه. فكرت في اكتر من حاجه في الوقت ده. انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن الميك اب ولا اي حاجه عن تخصص التجميل نهائي يعني. انت عملتي اعاده تدوير لنفسك. حولتي الطاقه السلبيه لطاقه ايجابيه. يعني شوفي من الالف للياء اللي هو يعني انا ما كنتش اعرف اي حاجه اطلاقا عن مجال التجميل خالص يعني. ولا اي حاجه. شوفي اي حاجه مهما كانت صغيره في المجال ما كنتش اعرف عنها اي حاجه. كانت ليا واحده صديقه كده كانت فاتحه محل صغير كده فاقترحت عليا قالت لي ايه رايك تفتحي وحتى تبداي زي بمحل صغير ويعني ايه والمجال كويس يعني. بس هي كلامها دخل في دماغي بس فكره ان انا افتح محل صغير دي اللي ما عجبتنيش. انا قلت لا هو اللي بيبدا كبير بيفضل طول عمره كبير. فانا قلت لا افتح بيوتي سنتر. وجهه نظر دي مش صح لان ما فيش حد بيكبر مره واحده. مش قصدي لا انا قصدي ان انا لما افتح محل صغير غير لما افتح بيوتي سنتر شامل وكامل يعني. هي يا دوبك المحل بتاعها تخصص مثلا بروتين وميك اب. انا لا انا عندي شامل كله. حمام مغربي تنظيف بشره. احنا معانا الصور بتاعتك برضو هننزلها برضو عشان خاطر جمهورك يشوفها وضيوفك واهل بلدك. عندي بروتين عندي ميك اب عندي كل التخصصات. ابتدي الصور حضرتك تنزل اشرحي لنا. لا مش دي ولا ايه؟ مش دي. كملي حضرتك كلامك. عندي كل التخصصات. فبعمل كل حاجه في البيت بتاعتك بتاعتك دي صح؟ ده بروتين. ده بروتين قبل وبعد. ده بروتين برضو. بروتين برضو. ده كانت عروسه زفاف و
اشرحي كده. بصي الصوره دي يعني قبل وبعد يعني في فرق. في فرق طبعا، فرق كبير. انت بتقولي ان انت ما كنتيش بتشتغلي وما لا، ما انا لسه ما كملتش. انا رحت لقيتي نفسك، انا شايفه من الصور ان انت لقيتي نفسك. انا خدت كورسات مكثفه مكثفه في كل حاجه، ميك اب، بروتين، ده كل حاجه برضو. والله بصي يعني انت مهما تاخدي كورسات لو انت مش لاقيه ده جواكي عمر ما النتائج كانت هتبقى على الشاشه زي ما احنا شايفينها. لا ما هو انا طورت نفسي، انا طورت نفسي في شغلي بقى. حبيتيه؟ حبيته. انت لقيتي نفسك فيه؟ اكيد. زي ما انا بقول دايما دور بنفسك جوا نفسك على راي مين؟ احمد مكي. دور بنفسك جوا نفسك فعلا هتلاقي نفسك. دي عروسه. الصوره بعيد شويه. لقيتي نفسك ويعني ما شاء الله عليكي، برافو عليكي. اتفضلي كملي بقى. بس خلصت بقى كل الكورسات اللي انا خدتها دي، فهمتني المجال. ايوه فهمته طبعا من الالف للياء زي ما قلت لحضراتكم. اما دخلت بقى المجال لقيت الموضوع ما شاء الله جميل. حاجه كويسه ان مثلا واحده تدخل لك بشكل وتطلع بشكل جميل جدا، هي نفسها لما فرحتها وهي طالعه حاجه جميله، ان انت حاسه ان اللي انت عملتيه باين قدامك، اللي بالزبط. قدامك مبسوط منك انت، يعني مش ما فيش واسطه بينكم، مبسوط بالزبط. من شغلك انت ومن بتبقي فرحانه مجهودك انت. طبعا بتبقي فرحانه لما هي تطلع من عندك فرحانه ومبسوطه، بتبقي مبسوطه ان انت ابدعتي. بالظبط. اللوك النهائي بقى بتاع العميله اللي بتجيلي، لما بشوف فرحتها على وشها انا ببقى مبسوطه جدا. بتحس ان بحس دي ان ثمره نجاح. بحس ان تعبي ما راحش على الارض، دي ثمره نجاح. بالظبط اللي انت تعبتي بتلاقيه. بالظبط. لا يا استاذه فاطمه انت مثل يحتذى به، يا رب بس يكون الكل شايف وسامع. ان شاء الله. يا رب يا رب بجد ان شاء الله. يا شيماء حبيبه قلبي قولي لنا بقى مشوارك. انت قلتي قبل الهوا نفسي اقول، نفسي اقول انا عملت ايه وايه اللي قابلني. فعلا والله انا الحمد لله بدات شغلي بعد، يعني في الاول كانت هوايه بالنسبه لي، بدات في جيراني في اصحابي حاجه كده او مني ليهم. حصل ضرب في حياتي الزوجيه، انفصلت عن زوجي، ما حبيتش ان انا اشتغل عند حد، يعني حسيت ان هي كبيره قوي لما اكون انا مثلا معايا طفله واشتغل عند حد. ففتحت محل صغير قوي بمبلغ صغير برضو قوي، الحمد لله ربنا وقف جنبي وبدات من الاول خالص. يعني طلعت السلم خطوه خطوه. اول يوم عملت افتتاح المحل كان عندي عروسه، والله ولا شافت شغلي ولا اساسا كنت انا افتكر ان انا هعمل حاجه. الحمد لله ربنا كرمني فيها وعملت فيها شغل كويس. وقفت على رجلي، كل ما بيحصل ضروب في حياتي بعلى اكتر، بتعلم. كل واحد مننا لازم يتعلم من ضربه. الحمد لله لحد ما ربنا كرمني، بعد ما بقى محل صغير كبرته اكبر شويه. من محل برده ما كانش فيه غير هو الميك اب، الشغل اللي هو الصغير برده، لحد ما ربنا كرمني خدت دور تاني شقه كبيره، عملت بيوتي سنتر شامل بقى، حمام مغربي وصبغه وتنظيف بشره. والحمد لله ربنا كرمني ووقفت على رجلي وعوضني خير الحمد لله. احنا برضو معانا الصور بتاعت استاذه شيماء. الشغل بتاعك برضو بروتين؟ ده بروتين. انا شايفه ما شاء الله كلكم شاطرين في البروتين يعني برضو. انا ما اشتغلتش في البروتين الا لما خدت فيه كورسات عشان اعرف نوع الشعرايه اتعامل معاها ازاي. لا دي حاجه لازم، يعني لازم، لان البروتين ده انت كانك دكتور بتعالج الشعر. عشان ما اعملش غلطه في حد ابقى انا يعني انا شايلها بعد كده. ده لون وبروتين. انا اديت اللي هو فتحت الاول. بعدين اديت اللون، بعدين اديت البروتين. دي كانت اول تجربه اعملها، ان انا ادي البروتين الاول وبعدين حطيت المعجون بتاع اللون، بحيث ان اللون الاحمر ده ما يفتحش معايا قوي، فطلع النتيجه معايا في الاخر كده. ما اثرتش في ناس كتير بكتير. لا 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 ولا اي حاجه الحمد لله. دي عروسه. معانا في مداخله تليفونيه. معانا سمر. الو. ايوه سامعاني. وعليكم السلام وبركاته، اتفضلي. سمعتي ممكن اتكلم مدام وفاء؟ ايوه مع حضرتك. اتفضلي. حضرتك انا احب اشكرك قوي يا مدام وفاء، حضرتك انا من حصه شاشين
ربنا يخليك يا سمر. والله هو بصراحه مهما اقول ومهما اوصف انا مش هقدر اشكر مدام وفاء، لان انا بصراحه وقفت مع ناس كتيره وكده وصارعه على قد الايد وكده، وبجد احب اشكرها جدا جدا، وربنا يخليك يا رب دايما من تطور لتطور يا رب. ربنا يخليك يا سمر والله، وبركه دعائك ليا كمان وكمان. شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك يا سمر. بتشكرك هي تقريبا من عندك من القريه؟ اكيد صح 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 اكيد. بتقولي ان انت وقفتي جنبها كمان؟ ايوه اكيد حاجات. انا على فكره عرفت الصوت. ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يخليك. الله اكبر. بنتو زي الحلقه اللي فاتت. ربنا يخليك. اتفضلي يا استاذه شيماء كملي. ايه بس الصور خلاص. طيب انت احنا معانا المودلز اللي حضرتك شغاله عليها. كنت شغاله عليها قبل الهوا. طب ممكن بقى حلنا التابلو ده بقى الجميل ده خطوه خطوه عملتي ايه؟ انا بدات في ساميه. اول حاجه عملتها رطبت البشره طبعا كويس قوي قبل ما ابتدي شغل الميك اب. بعد كده بدات برسمه الحواجب. هي ما شاء الله حواجبها اصلا عريضه، رسمتها على نفس الرسمه ما غيرتش فيها حاجه. بعد كده اشتغلت في رسمه العين. انا اخترت الوان ترابيه هاديه مع يعني اكتر شغلي، يعني لو كانت الصور كمان كملت انا بحب الالوان الهاديه جدا، ما بحبش أفور في رسمة العين، تبين العين وفي نفس الوقت ما حسش إن هي مقفولة، فدايما بختار الألوان الهادية. عملت لون يمشي معاها يعني في الجو كمان إن إحنا بالنهار. بعد كده ظبطت بقى الكونسيلر وكريم الفاونديشن، وبعد كده ظبطت اللهم صل على النبي الكونتور ووزعته كويس. وبعدين الروج برضو واللوز باودر الهايلايتر بس. يعني انا الالوان بقى اللي هي مثلا الترابيه دي عشان هي مثلا موضه بتليق على اي حد ولا عشان خاطر بشرتها هي؟ عشان بشرتها وعشان ان احنا برضو ما مش في سهره يعني. في الوان بختارها بالنهار او ممكن وهي خارجه، وفي الوان تليق وبالليل في اي سهره. لا انا اخترت اللون الالوان بتاعتها تمشي على لون بشرتها كمان. لازم ان الشمر يبقى بالليل بس؟ الايه؟ الشمر الالوان الشمر اللي هي اللي فيها جليتر. لا لا هو مش شرط، بس هو على حسب الوش كمان يعني، في ناس بتحبه في اي وقت. معانا مداخله تليفونيه تاني. معانا صفاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا استاذه صفاء. السلام عليكم. بعد اذنك كنت عايزه اقول حاجه لابلة وفاء. اتفضلي. كل النهارده ابلة وفاء بيه معجبين كتير النهارده. حسنا عامله الدعوه بدري والله. انا بحب بشكر الاستاذه روعه والله انها ادتني الدعوه بدري. اتفضلي يا صفاء. انا كنت عروسه من الزواعن. انا كنت عروسه من الزواعن عند ابلة وفاء، وبصراحه انبهرت جدا بعملها وما كنتش مصدقه نفسي ان انا كنت طالعه بالجمال ده. فيا رب ربنا يحميها يا رب ويبارك فيها. ربنا يخليك يا صفاء والله. يعني كنت اتفضلي اتفضلي يا صفاء. كنت من شغلها جدا، وان شاء الله هكون كمان عندها، كنت عندها في الشبكه وان شاء الله في الدخله كمان. تسلمي لي يا رب. ما شاء الله تسلموا لي بجد والله. ام عبد الرحمن معانا. ام عبد الرحمن كمان تليفون تاني. ايوه يا فندم. ايوه ازيك يا مدام روعه؟ اهلا وسهلا حبيبتي. ممكن توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ الو اكيد اللي خططها. نجوى. ايوه شكرا يا ام عبد الرحمن. الاتصال قطع معاكي معلش. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اولا حابه ان انا طبعا احيي مدام روعه حبيبتي. ربنا يكرمك. وطبعا تحياتي لحبايبي شيماء وفاطمه ووفاء. طبعا عايزه اقول لكم ان شغلهم رائع جدا. وطبعا انا تحياتي برضه تاني لمدام روعه وبقول لها وحشتيني. وطبعا يكرمك يا رب. عايزه اقول لشيماء حبيبتي دايما بالتوفيق والنجاح يا رب. والفاطمه نفس الكلام يا رب، يحبتي من نجاح لنجاح ومن برضه من نجاح لنجاح. تسلمي يا نوجه والله. احسن يا رب. كلكم عارفينها نوجه؟ ايوه طبعا زميلتنا حبيبتنا نوجه دي. ام محمد.
السلام عليكم. على ام محمد. اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لحضرتك يا مدام روى. الحمد لله تمام حبيبتي تمام. انا بحب حضرتك جدا ومتابعه البرنامج بتاعك. قلت لك بتحب حضرتك جدا. لا اتفضلي. هو السماء قطع ولا ايه؟ الو؟ لا انا كنت بحب بس اشكرك وابين لك بس انا بحبك. ربنا يكرمك يا حبيبتي. ربنا يكرمك. وانا كمان بحبك. شكرا يا حبيبتي. شكرا. استاذه شيماء كملي طبعا عشان ما تفضليش واقفه كده. وانا خلاص تقريبا شرحت كل حاجه. انا مش مكتره حاجه في الميك اب بتاعها. كله يعني عاملاها حاجات سيمبل مش حاطه حاجات كتير يعني. تسلم ايديكي ما شاء الله. يعني ما شاء الله. هي برافو عليكي برافو عليكي. تابلو رقيق جميل قوي. هي صغنطوطه وانت عامله لها كل حاجه كتير على وشها ومش مكبره لها وشها ولا اي حاجه. طب احنا معانا موديل ثاني الاستاذه فاطمه. ممكن نشوفها برضو ممكن. انا شايفه النهارده بسم الله ما شاء الله الاضاءه حلوه يا استاذه روعه. اطلعنا دي لها مدام روعه. اه هي عشان النهارده ظاهره معانا. اه والله فعلا. هجيب الموديل بره ينفع. هي فين الموديل بتاع استاذه فاطمه؟ ده الموديل بتاعتك. قومي يا بطه. اتفضلي يا استاذه فاطمه. الله اكبر عليها. ما شاء الله. استاذه فاطمه انت بتقولي بقى ان انت مش بادئه من زمان وانا شايفه ما شاء الله النتيجه مبهره. فانت ازاي يعني بتقولي ان انت اللي انت قلتيه ده مش مصدقاه على النتيجه اللي احنا شايفينها كلها؟ لا لما قلت لحضرتك بقى خدت كورسات مكثفه في كل ما يخص التجميل عشان اطلع الطابلو الجميل ده. اشرحي لنا بقى الجمال ده طلعتيه ازاي؟ ده انت رسمت ازاي؟ اكيد كله بقى عايز يعرف بقى رسمتي التابلو الجميل ده ازاي؟ طبعا اول حاجه. طب معلش معانا تليفون تاني. اتفضل. فاطمه. الو يا فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا متصله عشان اكلم وفاء. اتفضلي. اتفضلي يا بطل. انا يا فوق منوره الدنيا يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. يا والله يا رب دايما من نجاح لنجاح. انت بصي عندنا النهارده سعادتنا بيكي ما تتوصفش. ربنا يخليكي يا رب. ما احرمنيش منكم ابدا. هي مرات اخويا واختي ودنيتي في حل. ما شاء الله عرفتك. مرات اخويا. مرات اخويا. ازيك يا بطه؟ معلش الصوت مختلف شويه. محبينك كتير. من نجاح لنجاح دايما يا رب. ربنا يخليكم يا رب. والحمد لله يعني والله ده كله بدعواتكم ليا برضه. تسلمي لي يا فوق. ربنا يخليك يا رب. ممكن تكلم امك بقى ثانيه واحده؟ طب ابوكي الاول. معلش يا جماعه ما بس مبسوطين بيها شويه يعني. ازيك يا والدي العزيز والله منور الدنيا. الو معلش الاتصال قطع. اتفضلي يا استاذه فاطمه. نرجع تاني يا استاذه فاطمه. طبعا بننظف البشره الاول. لو البشره محتاجه يتعمل لها تنظيف بشره بنعمل تنظيف بشره بالبخار. لو بتعملي تنظيف انت بتعملي علاج بشره كمان؟ طبعا. تمام. لو هي محتاجه بنعمل لها تنظيف بشره بالبخار وماسكات بقى طبعا مختلفه. ماسك صنفره، ماسك شد، ماسك ترطيب. بنخلص الماسكات دي والتنظيف جلسه التنظيف دي نبدا بقى طبعا بنرطب البشره اخر حاجه في جلسه التنظيف. بعد ما بننظف البشره بنبدا بقى نحط البرايمر. بعد البرايمر نحط طبعا الفاونديشن. بس انا مش بحبذ ان انا احط الفاونديشن الاول. انا بحب ارسم الاول العين او ارسم الحاجب وبعدين ابدا بقى ايه يعني اظبط الوش. خلصي العين الاول. طب الشرح اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده اي يعني للموديل اللي قدامك ولا للعرايس عامه ولا انت بتشرحي كلام عام ولا ده اللي عملته لها هي؟ لا هو انا بتكلم عموما في شغلي. تمام. انا بحب في شغلي ابدا بالعين. تمام. ما بحبش ابدا بالوش. برسم الحاجب الاول على حسب الحاجب رسمته. يعني لو هو مثلا عريض انا ما يدوبك بظبطه بس وبرسمه على رسمته. ماشي ما شاء الله الحلقه مليانه تليفونات. يعني معلش معانا استاذه سحر. ماشي. الو الو. ايوه استاذه سحر. الو مساء الخير. مساء النور. اتفضلي. زي حضرتك. الله يسلمك. زي مدام روعه. ممكن اكلم مدام روعه؟ لا حضرتك. اهلا وسهلا حبيبتي معاكي. ازيك يا مدام روعه عامله ايه؟ تمام الحمد لله خير. الحمد لله تمام. انا زبونه عندك من زمان قوي يا مدام روعه من 2009 و2010. ما شاء الله. ما شاء الله. من زمان قوي. ما شاء الله. قوي.
بسم الله ما شاء الله على شغلك، يعني الله اكبر عليه. يعني احنا شفنا حضرتك اشتغلتي كذا مره كذا حاجه، وبسم الله ما شاء الله يعني شغل حضرتك البروتين بسم الله ما شاء الله عليه حلو قوي. يعني ربنا يكرمك يا حبيبتي، ربنا يكرمك. انت عارفه ان انا بعالج يعني مش لا بقالي كتير، لا انا بعرف حضرتك من زمان يعني، وشغل حضرتك معروف وكمان في الباك اب كان احسن يعني بكتير، بس تفوقت يعني بسم الله ما شاء الله في شغل البروتين. يعني بشوف حضرتك الفيديوهات اللي بتنزليها جميله جدا، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يزيدك يعني ان شاء الله خير. ربنا يحفظك يا رب. شكرا. انت متصله عشان خاطر حاجه معينه؟ شكرا. تمام. اصل انا كنت عامله العرض فانا خايفه يعني عايزاهم يركزوا، اللي عايز يحجز العرض اللي انا قلته. هاجر الحلقه بتاعتكم ما شاء الله مليانه اتصالات. الو كلهم بيحبونا بنستنظرنا بصراحه. الو هاجر. الو هاجر الاتصال تقريبا. طب اكرام. عليكم. اكرام. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. انا بشكركم جميعا والله على وقفتكم جنب سيما اختي حبيبتي، وعايزه ادعي لها على الهواء واقول لها ربنا يرضيك يا حبيبتي ويرضى عنك. يا رب. امين يا رب. امين يا رب. يا رب. تسلميلي يا رامي يا رب. تسلميلي وحبيبه قلبي فاطمه واستاذه وفاء ومدام لكم، والله ربنا يخليكم يا رب. حبيبتي يا كرام والله. ماشي حبيبي، هطول عليك يا جماعه. الحلقه النهارده يعني هتحطم الرقم الكافي في ده، دي احلى حاجه والله والله. ده الحمد لله فضل من ربنا. ام ايمن معانا. ام ايمن. الو. الو. الو اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مساء الخير عليكم، وتحياتي طبعا للبرنامج الجميل، ويا رب من نجاح لنجاح يا رب دايما يا رب. انا حابه طبعا اوجه طبعا رساله لشيكو حبيبتي صاحبتي، وعايزه اقول لها حبيبتي يا رب دايما في نجاح ودايما احسن يا رب. شوفي ماشي حبيبتي ما شاء الله صوتك واطي قوي يعني، فيعني مش الكلام مش متفصل قوي. الو. لشوفي. الو. انا عايزه اقول طبعا لشيكو حبيبتي طبعا يا رب النجاح لنجاح يا رب، وربنا يوفقك يا حبيبتي، وعايزه اقول لكم ان شغلها رائع جدا. احنا شفنا بعينينا عامله ميك اب لبنتي رحاب، شغلها حلو قوي قوي، وانا عايزه اوجه لها طبعا شكر. ربنا يخليك. احنا متشكرين ليكي ولاتصالك ولذوقك. طيب ممكن قبل ما نلحق نفسنا كده تقولي قبل الاتصالات، لو مش حابين اتصالات ممكن نقفل الاتصالات. لا 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 خليها عادي. تمام. خلاص انا عملت حطيت رسمت العين بقى على حسب رسمه العين، بحط الشادو وبحط الالوان بتاعتي وبرسم العين. خلصت العين طبعا ببدا بقى احط الفاونديشن للبشره، بحط فاونديشن يليق على لون البشره، الدرجة نفسها هتبقى لايقة على لون البشرة. بخلص طبعا الفاونديشن بحط بقى برسم الكونتور. الكونتور طبعا وظيفته ان هو بينحف يعني بيرسم بينحت الوش، نبين لو مفيش خدود بنعمل خدود، لو الجبهة عريضة بنصغرها، المناخير لو كبيرة بننحفها. يعني ترسمي لوحه فنيه. بالظبط. من الاخر. بالظبط. تابلوزه. ما هو ده فن والله. هو فن. في بيستهون بالمهنه دي ده فن. لا 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 احيانا بتيجي عروسه موهبه تبقى جواها اصلا. بالظبط. احيانا بتيجي عروسه هتبين شعرها او هتعمل طرحه سبانيش وليها لغد مثلا، فاللغد ده بنداريه برده بالكونتور. تمام. نيجي بقى للهايلايتر. الهايلايتر ده معلش معانا ام دنيا معلش. بصي هو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. استاذه ولا عايزك منوره الدنيا كلها. نورك. نورك يا حبيبتي. انا عرفت أنا... الصوت. اميره. لا لا انا سيلي مدام سيلي. انا طبعا بشكر كل الموجودين وشغلهم جميل جدا، بس ليا شكر خاص للاستاذه روعه الموجي بصفه شخصيه، لانها انسانه كويسه جدا، وحد من الناس اللي انت يعني تروحي لها شعرك متدمر في اي مشكله في البشره في اي حاجه بتعالجها. ربنا يكرمك. بتديها جدا في شغلها، يعني انا بحبها بصفه شخصيه جدا والله. ربنا يكرمك يا رب. هي بصراحه هي عمليا وانسانيا بجد. ام دنيا معانا. الاتصال قطع مع سالي. ام دنيا معانا. الو.
الو، ايوه سمع حضرتك. ايوه اتفضلي. بقول لك حضرتك مليون وفاء. اتفضلي اتفضلي انا معاكي واموري. قولي حضرتك لما يكون في بشره بس اللي هي الغامقه اللي هي اللون الغامق كده وتحطي ميك اب ارتست على وشها، بتحس ان في زي تخطيط في وشها كده، تعمل لها ايه؟ ما هي لازم بترطب البشره الاول يا ام دنيا، لازم ترطيب للبشره الاول وبعدين تحط برايمر. انتوا عندكم بتحطوا يعني في كتير يعني في بحط اي يعني كذا فونديشن، عايز اعرف بشرتي ايه اللي ماشي مع بشرتي. اللي ماشي مع بشرتك عموما يعني ابعدي عن الدرجه الاولى والثالثه، خليكي في الوسط، ولازم برضو البرايمر قبل الفاونديشن عشان يديكي يعني يفرد معاكي، لان ممكن تحطيه على بشرتك وهي زي ما هي كده بتحس ان هو عامل يعني بشرتك مش موحده، فلازم تختاري اللون يعني، يعني ايه يعني افتح من وشك درجه بس. طيب ممكن خلاص الاتصال. شكرا لحضرتك. في جزئيه معلش نسيت اقولها اللي هي الكوريكتور. هي طبعا ما شاء الله عليها ما اضطرتش ان انا احط لها كوريكتور، بس احنا بنحط الكوريكتور ده عشان نداري عيوب البشره. ايوه. زي مثلا لو في هالات سودة تحت العين بنحط كوريكتور اورنج، في بقع حمراء في الوش بنحط كوريكتور اخضر، فبنبدا طبعا نداري البقع دي بالكوريكتور الاول قبل ما بنحط الفاونديشن. انت عارفه ازاي هتتعاملي بالزبط مع البشره بكل تفاصيلها. بالظبط. يعني نداري عيوب البشره، كل حاجه ما شاء الله باينه في الموديل بتاعك. نداري عيوب البشره قبل ما نبدا نشتغل على البشره كميك اب. أيوة. فهماني؟ تمام. يعني تمام. عيوب البشره تداري الاول عشان الميك اب يطلع واضح ويطلع جميل ما فيش فيه اي دفوهات. طبعا خلصنا بقى كله، الهايلايتر طبعا بنحطه على بصيلي كده، الهايلايتر بنحطه على البشره. الهايلايتر طبعا لو البشره المسام فيها واسعه وفي كده شو يعني كده. ايوه وري الناس كده الجمال، لف كده ولف كده الناحيه الثانيه. لو المسام واسعه في الوش وخصوصا في الخدود ما بنحطش هايلايتر على الخدود، لان كده احنا بنبين عيوب البشره، عيوب الخدود، العيوب بتاعه المسام بتبان، فاحنا بنتفادى ان احنا نبين اي عيوب. احيانا بتبقى البشره فيها حبوب بارزه، من المستحيل ان احنا نعرف نداري الحبوب البارزه، احنا ممكن نداريها بالكوريكتور ونداريها بالفاونديشن، لكن البروز هيفضل زي ما هو بارز. لكن لون الحبايه نفسها مش هيبقى باين، لكن البروز هيفضل باين. فهماني؟ لان احنا مش يعني انا مش سحره ولا هي سحره ولا هي سحره، ولكن البروز هيفضل زي ما هو بارز. فاحنا طبعا لما يبقى في حاجه زي كده ما بنحطش هايلايتر. ايوه على الخدود، لكن نحط على الانف، نحط على الجبهه، نحط هنا على الدق، ممكن نحط تحت الانف. معلوماتكم كلها صح. انا عايزه بقى كل واحده تقول مكانها فين والعرض بتاعها قبل ما الوقت يسرقنا ويجري مننا. نبص نلاقي الحلقه خلصت. انا فاتحه في المحله الكبرى بيوتي سنتر نيو لايف. طب هتفضلي واقفه ممكن بقى حضرتك تقعدي؟ ماشي حاضر. عشان ما تتعبيش تقولي بس مكانك وتقولي عرض للجمهور بتاعك عشان خاطر الجمهور وعشان خاطر انا كمان. ماشي. انا فاتحه في المحله الكبرى بيوت سنتر نيو لايف شارع 10. ان شاء الله اول عروسه هتجيني تحجز بعد الحلقه هيبقى الحجز بتاعها بنص العرض، يعني بنص الثمن. حلو قوي. تمام. اول بروتين هيحجز بعد الحلقه هعمل له ديسكاونت 40%، اصل الصراحه هو بيبقى متعب اكتر. حلو كده قوي. تمام تمام. بتهيألي العرض كده مفيش بعد كده. طبعا انا بيوتي سنتر وفاء مسعود قريه حس الشبشير طنطا غربيه. وبرده هنقول برده عرض بعد الحلقه خصم 50% على الميك اب لاول خمسه متصلين، وخصم 40% زي استاذه فاطمه قالت انا كنت عايزه اعمل 30 40% على البروتين. خلاص كده تمام. استاذه شيماء انا فاتحه بيوتي سنتر بيوتي سنتر سلمى في ارانشو مركز بسيون تبع الغربيه. لا علي صوتك في ايه؟ ارانشو قريه ارانشو قريه كرانشو بالقاف. طبعا هم اللي حواليك هيبقوا عارفين، هم فاهمين اللي المكان. عندي كلهم عارفين المكان. انا منزله على صفحه المحل اي عروسه محتاجه ميك اب، محتاجه بروتين، محتاجه صبغه، ما فيش امكانيات، على حساب المحل من الالف للياء. دي ملهاش دعوه، دي نازله على الصفحه كله متابع معايا هناك، هم متابعين على صفحتي.
عرض الحلقة إن شاء الله بإذن الله أول 5 مشتركين، أول 5 حجوزات في البروتين هعمله النص بالنص 50% خصم. تمام تمام. ده كان برضو عرض المحل بتاعي أول ما فتحت. عملت أول 10 أيام كله كان مجانا. أول 10 أيام كان مجانا. أول 10 أيام أي حجز عندي كان بروتين كنت عاملاه مجانا. تمام. فإن شاء الله أنا لأن شغل البروتين عندي مطلوب أكتر. ان شاء الله. احنا معانا تليفونات كتير برضو مش ملاحقين في الكنترول على فكره يعني ما شاء الله. انا عايزه بس اقول اللي هي اتصلت اللي هي سحر اللي قالت لي ان انا عملت لها حاجه من 2009 دي معايا كسبت عرض البروتين لو هي محتاجه تعمل بروتين ليها او لبنتها او لاخت المهم ان هي كسبت العرض المجاني. طب تمام. لا مبروك مبروك. احنا بنبارك لك. معانا استاذ محمود زوج استاذ وفاء. ما شاء الله. انا هذا قوم اضربه. اتفضلي ردي على زوجك. ايوه يا محمود. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. اهلا وسهلا بحضراتكم وبحب اشكر الاستاذه مدام روعه. ربنا يخليك يا رب. انا اللي بشكر اصلا حضرتك ان حضرتك بتسمح لها ان هي تنورنا وتشرفنا في البرنامج. اتفضل. لا لا تحت امرك في اي وقت وهي طالما مش مقصره في بيتها ومش مقصره في مع جوزها ومش مقصره بصراحه في البيت في اي حاجه خالص مهتميه بشغلها وفي نفس الوقت مهتميه بعيالها واولادها فما فيش اي مشكله انها تكمل في الشغل. ربنا يخليك. حضرتك الشهاده اللي حضرتك قلتها لها على الهوا دي ليها جايزه مني ليها. حضرتك سامعني؟ ايوه سامع حضرتك. ليها جايزه مني ليها ربنا يخليك والله من البرنامج عشان خاطر الشهاده دي. ربنا يخليك يا رب. نبويه. تسلم وربنا يخليك يا رزا. متشكرين جدا لحضرتك والله يعني حضرتك شرفتنا باتصالك ده مع زوجتك. ربنا يخليك يا رب كمان. ولا انا سمعت غلط؟ الو استاذه ولا سمعت غلط؟ الو اتفضلي. الو الو يا ماما. مين؟ ايوه يا عبد الله. الو عبد الله ابنك يا استاذه وفاء. اتفضل يا عبد. الو طول الفاصل. لا طول الاتصال يا استاذه روى. فاصل ونعود انتظرونا. رجعنا لكم تاني نكمل باقي الحلقه ومعانا ضيوفنا الجمال اللي بجد بجد امتعونا ويعني بصوا انتوا نماذج مشرفه يحتذى بها. ربنا يعني خير اجناد الارض. اصدقاء ان انتوا بتربطكم اصلا صداقه يعني. احنا اصحاب واخوات وحبايب. مهنه واحده. طبعا أيوة الحمد لله. يعني ما شاء الله ما شاء الله دي حاجه والله حاجه احلى بعد جدا ما لناش دعوه بالمهنه دي خالص. طبعا الوقت مر معاكم بسرعه جدا. ربنا يخليك يا استاذه روعه. ويعني انا مبسوطه جدا والله العظيم ان انا كمان طلعت معاكم النهارده انتوا اللي اقنعتوني وان انا اكرر القرار الصعب عليا ده. حضرتك نورتي الحلقه وشرفتي الحلقه قبل وجودنا طبعا فيها. نورتي مبلغتك. اكيد طبعا. انا مبسوطه والله العظيم جدا والنهارده تقريبا من بقالي كتير بجد ما انبسطتش وحاسه بسعاده يعني مش عارفه اعبر. الحمد لله يا استاذه روعه. هي الحلقه متميزه عشان وجودكم فيها طبعا. ربنا يخليكم. كنت عايزه تقولي عرض يا استاذه روعه تاني بدايه ونهايه. انا طبعا كنت عامله في اول الحلقه العرض اللي هو ان انا قلت اول ما اتصل هتتصل هعمل لها البروتين ان شاء الله مجانا وده فازت بيه استاذه سحر. انا مش عارفه سحر ايه هي اكيد هتتواصل معايا بعد البرنامج او هاخد رقمها من الكنترول. العرض الثاني ان اول 5 بعد الحلقه هيتصلوا هعمل لهم البروتين وهعمل لهم رموش تركيب اللي هي من 15 يوم لشهر مجانا مع الافتر كير كمان مجانا. دول اول 5 بعد الحلقه. والخمسه التانيين العرض هيبقى عليه افتر كير او تركيب رموش مجانا اللي هي من 15 يوم لشهر. تمام كده. نطلع ونتصل بحضرتك. الواحد يطلع يتصل حاله. انا اللي هكسب العرض. العرض ده اللي هيتصل بعد الحلقه ان شاء الله. ما هو بعد الحلقه انا هطلع اول واحده هتصل بعد الحلقه. تمام تمام. بصراحه احنا بس كنت عايزه انوه عن عدم وجود الاستاذه وفاء الغنيه بس لظروف امتحانها النهارده وانا وجودي معاكم النهارده بس تعاونا مع اسره البرنامج ومعاها والتعاون ده اكيد من احد اعمده الاداره الاساسيه بس اكيد خلاص ما فيش وقت نتكلم عنه. بشكر ضيوفنا ان هم يعني بصراحه شرفونا وان هم طلبوا دعوتنا وبجد حافز للشباب
وشكرا على المعلومات اللي انتوا قلتوها، المعلومات العلميه في تخصصكم. انا فقيره جدا في مجال التجميل على فكره، يعني عشان انا كنت مستمعه وبستفاد منكم. فدوت يعني حافز مشرف جدا لكل واحد شايف نفسه مش قادر يعمل حاجه. يعني ربنا قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ورسول عليه الصلاه والسلام قال جنودها خير اجناد الارض، ادي جنودها. كل واحد شايف نفسه مش قادر يعمل حاجه يا جماعه، رب يعني الامان، الامان ربنا قال الامان والرسول قال الخير، ما نمزج الميزتين دول مع بعض ايه اللي هيحصل؟ ايه النتيجه المبهره اللي هتطلع في الاخر؟ فاحنا بلدنا صوره جميله ولوحه فنيه مبهره ومبدعه. يا رب بس عشان نفسي بس ناقص لها بس لمسات نهائيه كده، احنا نحط اللمسات دي بيكم وليكم، عشان كل ما العالم يبص علينا تبقى فعلا احلى بلد بلدي. ولكم مني ارق تحيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.